السلام عليكم. النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعناوين. السياحة في مصر توقعات بالانتعاش وتحديات تعترض الطريق. ثروة مائية هائلة في موريتانيا والحكومة عاجزة عن الاستفادة منها لتطوير الزراعة. ثلثا سكان أفغانستان تحت خط الفقر والمعالجات الحكومية لا تفي بالغرض. أهلا بكم. تأثر قطاع السياحة المصري بشدة بعد ثورة 25 من يناير عام 2011 بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد، وتراجع الدخل السياحي العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار بعدما فاق 10 مليارات دولار عام 2012. شيئا فشيئا بدأت السياحة المصرية تستعيد مكانتها كمحرك أساسي للاقتصاد. متغيرات كثيرة شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة أسهمت بانتعاشة سياحية. أعتقد بلغاية آخر السنة دي إن شاء الله يكون الوضع أفضل تاني. يعني أتمنى أن تزيد السياحة ما بين 5 و10% عن أرقام العام الماضي على الأقل، لأن احنا فقدنا 6 أشهر الأولى. 6 أشهر الأولى كان الأداء إجمالي حتى نهاية يونيو مش جيد. تحسن أرجعه خبراء الاقتصاد إلى رفع عدد كبير من الدول الأوروبية الحظر السياحي على مصر بعد استقرار الوضعين الأمني والسياسي. احنا مش هقول بس زيادة الأمن، هو طلعت في 3 حاجات حصلت. احنا زيادة الأمن دي طبعا حاجة هايلة وكل يوم بتحسن عن اليوم اللي قبله. الحاجة التانية اللي هي إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين وإعادة تدريجيا النظام المرور. أنا ما بقولش عاد بالكامل، لكن دي كانت حاجة غير متوقعة. مؤشرات سياحية إيجابية، لكن واقع ما تشهده المنطقة العربية وعدد من الدول قد يقف حائلا أمام التنبؤ بمؤشرات دقيقة للمعدلات السياحية في الشرق الأوسط في الفترة القليلة المقبلة. المنتج السياحي المصري منتج صلب، عليه طلب حاليا ممكن نقول مكبوت واقف. أول ما الإطار الأمني والإطار السياسي بوجه أشمل في المنطقة بيبقى في شيء من الاستقرار، نتوقع أن هناك حركة سياحية متزايدة. القطاع السياحي يعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري، فهو يسهم بنسبة 11.3% من إجمالي الدخل القومي، ويوفر نسبة 19.3% من إجمالي الإيرادات المالية في المصارف المصرية. تقول الحكومة المصرية إن لديها خطة واضحة تستهدف مضاعفة عائداتها من السياحة بحلول عام 2022 لتصل إلى 25 مليار دولار من خلال جذب ما بين 25 إلى 30 مليون سائح. لكن الأمنيات شيء والواقع الاقتصادي والسياحي شيء آخر. فهل تعود بلاد النيل إلى موقعها الرائد سياحيا في المنطقة؟ محمد العارف، القاهرة، الميادين. أكد وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الجانب الاقتصادي من زيارته إلى الولايات المتحدة الأهمية الكبرى، وأشار إلى أن السيسي استعرض مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية نمو الاقتصاد المصري وخطط إصلاحه. الرئيس المصري عرض برنامج الحكومة الاقتصادي والاستثماري أمام الشركات الأمريكية الراغبة بإقامة مشاريع استثمارية في بلاد النيل. إلى سوريا، حيث كشف نقيب الصيادلة فارس الشعار أن الأدوية المصنعة في سوريا غطت 87% من حاجات السوق طوال العام الجاري، فيما بلغت نسبة الأدوية المستوردة 13%. وأكد الشعار استيراد نحو 75 صنفا دوائيا بعدما فقدت هذه الأصناف من السوق السورية عقب تدمير العديد من المعامل المنتجة. أكد وزير الموارد المائية السورية كمال الشيخ سعي وزارته إلى حل مشكلة نقص مياه الشرب في جميع المحافظات السورية نتيجة عجز عشرات الآبار عن الخدمة بعد استهدافها من قبل المجموعات المسلحة. وأشار الشيخ إلى وجود شح مائي كبير ونضوب في عشرات الينابيع والآبار بسبب قلة الأمطار والثلوج. وكشف الوزير عن وجود 83 بئرا احتياطية في دمشق، أصبحت 23 منها جاهزة ووضعت في الخدمة لتوفير المياه.
موريتانيا تستورد أكثر من 70% من حاجاتها الغذائية برغم الإمكانات الزراعية الهائلة التي تمتلكها، ومع ذلك تؤكد الحكومة أن قطاع الزراعة تطور كثيرا في السنوات الأخيرة، ولا سيما أنه يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة بعد قطاعي الصيد والمناجم. على مساحة تتجاوز 340 ألف كيلومتر مربع وبطول يتجاوز 1790 كيلومتر، تمتد مياه نهر السنغال قادمة من مرتفعات ظينيا بمنطقة فوتاجالون لتضخ الحياة في سهول شمامة وهنا في الجنوب الموريتاني. لكن المفارقة تكمن في أن شبح المجاعة يخيم على هؤلاء السكان منذ فترة، بعدما أكد برنامج الغذاء العالمي أن واحدا من بين كل 5 موريتانيين مهدد بالمجاعة بسبب نقص المواد الغذائية وضعف المحاصيل الزراعية. إشكالية الزراعة كانت الكبيرة هي أن ما كانوا في السنوات الماضية ما كانوا المعدات خالقين، ومدخلات الزراعية ما كانت تعود موجود بالكم وبالكيف. تقول بعض الأرقام الرسمية إنه من ضمن مساحة نصف مليون هكتار هي كل المساحة الصالحة للزراعة في موريتانيا، توجد 137 ألف هكتار على ضفاف نهر السنغال، في حين لا تتجاوز المساحة المزروعة منها حوالي 40 ألف هكتار فقط، رغم كل الجهود الحكومية للنهوض بهذا القطاع. ما في عصا سحرية بعلنا نقفز قفزة واحدة اليوم وغدا وصلنا للاكتفاء الذاتي، لا، يقير فيه طموح وفيه مؤشرات إيجابية تماما نظرا لزيادة المساحات المزروعة اللي تزداد سنة بعد أخرى. مشاكل عديدة تقف في وجه هذا القطاع، أبرزها بدائية الوسائل المستخدمة والاعتماد على طاقة الإنسان فقط، حيث لا تغطي الآلات الزراعية من جرارات وآلات حصاد أكثر من 40% من حاجيات المزارعين حسب آخر الإحصائيات. ولئن اتخذت الحكومة إجراءات مهمة بدءا من استصلاح التراب وحتى توزيع البذور والأسمدة بالمجان في بعض الأحيان، فإن تلك الجهود تظل عديمة الجدوى حسب بعض المراقبين ما لم ترافقها سياسة زراعية صارمة ومتكاملة الأبعاد. أبي سيدان وقشوط، الميادين. روسيا لن تغيب عن قمة الدول العشرين المقرر عقدها في أستراليا بعد شهرين. المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف قال إن روسيا لن توافق على تغيير جدول أعمال القمة الذي بلور طوال العام المنصرم. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد ربط مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتطور الأوضاع في أوكرانيا، غير أن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت أكد دعوة روسيا للاجتماعات لكونها عضوا فاعلا ضمن مجموعة العشرين. شهدت سوق المال في الصين انتعاشا في الفترة الماضية بسبب نقل مستثمرين وشركات روسية الأموال من مصارف أمريكية وأوروبية إلى هونغ كونغ. الخطوة تأتي في إطار تفادي أي عقوبات غربية قد تطال أصول هذه الشركات وأموالها الموجودة في الغرب ونفذتها شركات اتصالات وتعدين روسية، إضافة إلى كبار المستثمرين ومالكي الأسهم في البورصات. توفر هونغ كونغ نطاقا آمنا للأموال الروسية، وبفضل وضعها الإداري والاقتصادي الخاص تمكنت من اجتذاب رساميل روسية ضخمة. هذه الرساميل تساهم في تطور العلاقة الاقتصادية والمالية بين روسيا والصين بسرعة كبيرة، فالطرفان وقعا عقدا لتوريد الغاز بأكثر من 30 مليار دولار، وهما يتعاملان بالدولار الهونغ كونغي لأنه أقل عرضة لتهديد العقوبات الغربية. تعتمد أفغانستان في حاجاتها الغذائية الأساسية والمحروقات على الدول الأجنبية، وبما أنها تفتقر إلى منفذ بحري فإن الحركة التجارية فيها تتأثر سلبا بالأوضاع السياسية والأمنية. محمد بصير مواطن أفغاني من ذوي الدخل المحدود خرج إلى السوق لشراء المواد الغذائية الأساسية من أرز وقمح وعدس وسكر، ليجد أن الأسعار ارتفعت على نحو جنوني. وبعد التنقل بين محال تجارية عدة قرر بصير شراء نصف ما كانت الأسرة بحاجة إليه. أنا موظف عادي في القطاع الحكومي والراتب الشهري لا يتجاوز 80 دولارا، وكما رأيتم فإن الأسعار في تزايد مستمر ولا أحد يراقب.
تستورد أفغانستان أكثر من 70% من متطلباتها الغذائية من الدول المجاورة وخاصة باكستان وإيران، ومع نشوب الأزمة الانتخابية وتصاعد التوتر الأمني توقفت حركة الاستيراد، ما أثر سلبا في حركة التجارة وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات. أثرت الأزمة السياسية سلبا على القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال لا يرغبون في إبرام صفقات تجارية كبيرة، ما أثر بشكل كبير على الأسعار وعلى حياة المواطنين. تشير آخر التقارير الأممية إلى أن أكثر من ثلثي سكان أفغانستان يعيشون تحت خط الفقر، وفي ظل غياب الرقابة الحكومية على أسعار المواد الأساسية، فإن معاناة الطبقة الفقيرة في تزايد مستمر في بلد لا يزال يعاني الحروب والعنف المتصاعد. هنا أحد الأسواق الشعبية وسط العاصمة الأفغانية الذي يغطي معظم حاجيات الأفغان من المواد الأساسية، لكن غلاء الأسعار حوله إلى مكان شبه خال من المتسوقين. محمود واسق، كابول، الميادين. ابتعد اليورو عن أدنى مستوى له في 14 شهراً مقابل الدولار بعد نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من العام، وبلغت العملة الأوروبية الموحدة أعلى مستوياتها بسعر دولار و28 سنتاً. هذا الارتفاع أدى إلى تراجع مؤشر الدولار 20%. ختم النشرة، شكراً. للمزيد زوروا موقعنا الميادين.net. السلام عليكم.